علينا سيدي، المقدم جا دق علينا، ما احنا مفروسنا والو. انا قلنا عسام خدامه ما رد ما جا، قال لك هاجي حقا غيخدموكم غادي يديروا لكم هادي غادي يديروا لكم النصب علينا. هو تخلص على ظهورنا وكنا عليه الله يخفي الحق واليوم ليله الجمعه، الله يخفي الحق، لا يخفي الحق. جينا دابا يديروا معنا الحل، حيت الجمعيه ديال هنا هي اللي جات عندنا، يديروا معنا حل. هادشي يديروا، ما يبقاش بنادم غادي جاي، كاين اللي ما عندوش باش يركب، كيتسلفوا عباد الله، كيتسلفوا عباد الله باش يركبوا يجيو يسميتو. كنخليو وليداتنا في ديورنا ونجيو نخليوهم بلا الجوع. جاو يجيو يخدموا في المدرسه ونصبوا علينا، نمشيو حنا نبداو نخلصوا واحد المبلغ، ما قادينش عليه هذا المبلغ، ما قادينش عليه. منين غيجينا كل شهر؟ منين غتجينا؟ ما خدامين ما ردامين. عين سبع حي صناعي. صناعي ديال عين سبع. الورده. دوار ماريه. حنا كنسكنوا في دوار ماريه، حي صناعي ديال عين سبع. المقدم ديالنا هو اللي سبب لينا في هذا الشيء. حنا عندنا لاكيس. وجاو نصبوا علينا، حنا حنا قلنا استفاده. هذا الشيء علاش علاش سنينا. سنينا على قبل هادشي ديال سنينا، حنا ملي شفنا المقدم ديالنا قلنا غتكون استفاده على سنينا، ما كنسحبوش حنا هاد النص بغا ينصبوا علينا هكا. لقيتو دابا راسكم على سنينا؟ لقينا راسنا سنينا على لاسينيسيس، انا عندي لاسينيسيس ديال راجلي داخله معاه، علاش اش من حق يديرونا لاسينيسيس اخر؟ ما عندهمش الحق يديروه لينا. المرا ديالي عمرها ما تقيدت ولا شافت شي حاجه، ممنوع. المرأة ما خدمات ما عمرها، شكون اللي قيدها؟ ما عرفنا شكون اللي قيدها. هذا هو المنكر دابا. دابا مرتك عندها لاسينيسيس شحال هذه؟ لا ما كانش عندها، يلاه دخلوها لاسينيسيس وما عرفنا شكون اللي قيدها. دابا المشكل دابا تحطونا كنمشيو عند لاسينيسيس تقول لك سير سير للغرفة، سير للغرفة. جينا المحمدية قال لك ما عندنا ما عندناش هاد السمية. ايوا هم باقيين يديو فينا ويجيو. اما اللي جا المقدم، المقدم تجي المعاونه تعطي لما نبغى. مشيت لعندهم انا في رمضان قال لي ما كاينش، خاص المراه تيعطي اللي بغى، تكون السمساره ديالته، تكون ما مزياناش ديالته، وحده في السطات انت غوت عليها تجي دي تاخذ المعاونه ومزوجه. دابا في هادشي الاستفاده جا سقيت. ودابا ملي هذا جا جا دق خرجوا خرجوا، قلت لهم ما عندي والو، راه لي كيس داكشي تنسل صيفط لي حسابي. قال لي لا خرجي، راه غادي ملي مشيت لي تتقى يديك اللجنه كاينه المراه. قلت لها بنيتي قول لي شنو هذا الشيء تاع عاش؟ قالت لي اش عندك؟ قلت لها كانت خياطه وخرجت 26 عام هذا ما بقيتش نشوف، وخرجت ريحت ما عندي لا لانتريت ولا عندي الله لا كيس، ما عنديش تقاطي ديت، ما كانوش يدي كراري وي، هذا الشيء اللي عطى الله والسوق. قال لي درك راه ما عندكش لانتريت، غادي الدوله تكملوا لك، هذا الشيء جاي من الماليك، من عند الماليك. ولا كيس يديروه لك؟ قلت لي انا عندي لا كيس ولكن راه ما خداماش بيه، انا عندي الراميل. ياك هذا الشيء مشى ملي دازوا الناس قالوا لي هادشي راه ما منوش، وحده مشات خات الورقه قالت لي راه غوت عليها رجا، قال لي راه ما منوش راه نصابه. رجعت لعندها قالت لي بنيتي بغيت الورقه، قالت لي علاش بغيت يا بلعاني؟ انا ولدي ما كاين لا ولدي لا والو، قالت لي بغا يقراها ولدي، قالت لي يجي ولدك هنا قرا، قالت لي ندي لي، قالت لي لا، قالت لي المهم بغيت ورقتي، قالت لي دخل الحمام كيخرجوا، المخزن ما معاش اللعب في البلاصه. جينا انا ناخذ، قال لك راه كاين وكاين، غادي تبقاي تخلصي 3000. انا ما عندي لا ندريت، ما عندي ولاد باش نخلص هذه 3600 ولا 3400 الشهر، ما عندي باش نخلصها. كنت نداويها بالراميد، قال لك حتى الراميد حيقدوك.